مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم، وبيتجدد لقائنا وإطلالة جديدة لناس من بلدنا على كل مشاهدينا ومتابعينا في مصر المحروسة والعالم العربي وكل من يتحدث العربية. برنامجنا دعوة للسعادة، برنامجنا رسالة سلام. قبل ما نبتدي برنامجنا اسمحوا لي الأول أرحب بزميلتي العزيزة رانيا صالح. اهلا يا رانيا. اهلا بيك يا محمد، مساء الخير. اهلا بيك مشاهدي الصحة والجمال، اهلا بيكم. بنجدد اللقاء، بنجدد الكلام والحديث عن حاجة مهمة بتهم الشباب وبتهم التجار وبتهم السوق المصري. اهلا بيكم في حلقة جديدة وموضوع جديد وناس من بلدنا. طيب قبل ما نبتدي، النهاردة 24 يناير، بكرة 25 يناير، عيد الصمود، عيد التضحية، عيد الرجولة، عيد ولاد البلد، حراس الأمن والأمان اللي أنا وإنتو وضيوفي وكل اللي بيشوفني بينام وهو مطمن لأنه وراه وحوش مصرية. أنا باسمي محمد عثمان وزميلتي رانيا وضيوف الكرام وكل فريق العمل بجد ببعت تهنئة قلبية لرجال الشرطة البواسل بمناسبة عيدهم 68. بقول لهم كل سنة وانتوا رجالة، كل سنة وانتوا وحوش، كل سنة وانتوا حاميين جبهتنا الداخلية. بجد انا شابوه، انا فخور ان انا مصري بشرطة مصر. الفترة اللي فاتت نجاحات كبيرة جدا جدا جدا. نخش بقى في برنامجنا زي ما قالت رانيا، فاتحين موضوع مهم قوي، موضوع مستقبل صناعة الأغذية في مصر، وبنسلط الضوء على كل ما يهم كل تاجر ومصنع في مصر. الأول أرحب بضيوفي مستشار أحمد فاروق منصور، رئيس الرابطة المصرية لتجار مصر. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ محمد، منور الدنيا كلها. منور الدنيا كلها. كمان معانا شاب واعد من الشباب المحترم جدا، الأستاذ أحمد الثاقب، رئيس مجلس إدارة شركة الثاقب للتجارة والتوزيع للمواد الغذائية. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بك يا أستاذ محمد، منورنا في ناس. أهلا بك يا فندم، منور بك يا فندم. أهلا بضيوفنا، منورنا في حلقتنا. وأستاذ أحمد على عجالة عشان اللي ما تابعش سلسلة حلقتك اللي فاتت، عايزين بس نذكرهم يعني إيه الرابطة. هو موضوع الرابطة المصرية لتجار المواد الغذائية هو كان بداية ترابط لصفحات السوشيال ميديا للصفحات التجارية، ويمكن النهاردة كان من الجميل ان نستضيف اخونا استاذ احمد صاقب، لكن اللي كان عشان كان ليه السبق في اتحاد تجار جملة، وكان في عدة صفحات بتحاول تخدم التاجر وبتحاول توصل محافظات مصر كلها ببعضها. فابتدت الصفحات تعرض المواد الغذائية وتعرض الأسعار وتعرض الأصناف، فكانت بمثابة إعلان للشركات الغير قادرة على الدعاية والإعلان في التلفزيون. فابتدت المنتجات الشركات المتوسطة والمصانع المتوسطة تعرض على الصفحات التجارية، فابتدت التنمية غير طبيعية وجامدة جدا، واستفاد منها القاسي والداني، وكان ده بفضل بعض الصفحات التجارية اللي تعددت فيما بعد. جت الرابطة المصرية حبت تعمل جزء اجتماعي وجزء تجاري وجزء قانوني في فض النزاعات وغيرها، ولكن لابد ذكر الفضل والجهد في الصفحات التجارية لكل حد مثل الأستاذ أحمد صاقب اللي مازال بيبذل قصارى جهده في إعلان للشركات المتوسطة على صفحته اتحاد تجار الجملة. طب دي مبادرة كويسة جدا، ان في ناس يعني بتستقطع من وقتها وعلشان تخدم الناس. طب استاذ احمد، يعني ايه الدافع اللي خلاك تعمل صفحة وتركز وتشوف مشاكل تاجر الصعيد ومشاكل تاجر اسكندرية وتاجر اسماعيلية؟ ايه الدافع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بقول لكل شرطي في بلدنا كل سنة هو بخير، وكل سنة ومصر امنة. أنا من 5 سنين بالظبط ابتديت على السوشيال ميديا بجروب اتحاد تجار الجملة المواد الغذائية، لأن تاجر الجملة ابتدى يتظلم، تاجر الجملة ابتدى الشركات تبص له نظرة. احنا بنتكلم هنا
تاجر الجملة تاجر الجملة ده يتهمش من الشركات. طب يعني وضحها لي بس شوية كده. الشركات طبعا يعني الكبيرة دلوقتي اللي هم أكبر الشركات دلوقتي اللي معروفة طبعا ابتدت صغيرين ابتدوا يعتمدوا على تاجر الجملة إن هو يعتبر زي قناة توزيع ليهم، وكلاء للشركات دي، يجيب عربيات ويبتدي يوزع ويجيب مناديب ويصرف مصاريف عالية على الشركات. ابتدت تاجر الشركات دلوقتي تتخلى عن تاجر الجملة ان هي تتجه للسلاسل، تمام، تديها نسبة خصم عالية وما بتبصش لتاجر الجملة ده اللي تعب معاها وابتدى معاها من الصفر لغاية دلوقتي، تمام، وابتدوا يقننوا الهامش الربح بالنسبة له لحد ما وصل من 1 لـ1.5%. ده ما يجيبش مصاريف تاجر الجملة كشركة او كمناديب. طب ما تيجي نبص لها من زاوية تانية. اتفضل. يعني انا النهارده كصاحب مصنع، معلش انا معنى كسبني سعاده المستشار، يعني انا النهارده صاحب مصنع وعاوز منتجي ينزل السوق، انا عاوز اوصل للمستهلك سواء عن طريق تاجر جمله، عن طريق سلاسل، عن طريق هايبرات، عن طريق حد ياخد كميات ويمشي. شايف حضرتك عشان كده ان احنا ابتدينا ان المنافسة لما بتتوجد ما بين المصانع المتوسطة والمصانع الناشئة، فأصبح تاجر الجملة النهاردة قادر على أن يوجد الصنف البديل عشان ما يضطرش يبقى تحت قبضة الشركات الاستثمار الرأسمالية اللي في الآخر مصلحتها ثم مصلحتها ثم مصلحتها. الحل الثاني أن وجود الرابطة أو وجود الاتحاد أو الصفحات دي كلها قلنا هي إنشاء منافسة للمصانع والشركات الأخرى عشان تلاقي مساحة مع التاجر، وإن التاجر يلاقي مساحة معاهم. النقطة الثالثة إن إحنا بنعالج بقى، إحنا وجودنا في تقارب المشاكل. لما تيجي شركة كبيرة ومدية تاجر ومش بصله في خصوماته وبصل السلاسل وحصل أي مشكلة في مرتجعات أو أي مشكلة في نسب خصم، بنقدر إن إحنا النهاردة الحمد لله بقعدة عرفية وباحترامنا لبعضينا وباتصالنا مع مجلس إدارة أي شركة الأمور دي كلها بتتحل. ولكن هو الأستاذ أحمد عايز يلقي الضوء على نظرة كبيرة للمجتمع ككل، إن التاجر أصبح مظلوم. التاجر بيتبصله أحيانا بشكل جشع، وإن كان إن أكتر ناس اتظلمت الفترة اللي فاتت دي كلها التجار. بس الكلام اللي حضرتك قلته ده فعلا حلول جذريه ولا ايه يا رانيا؟ يعني انا مستغربه الكلام، ان المفروض ان انا كنت شايفه ان المستهلك هو اللي عنده مشكله مع التاجر. المفاجاه حضرتك اللي بتقولها يا استاذ احمد ان التاجر هو اللي مظلوم. ايوه، فدي حلقه يعني محدش شايفها. لا احنا في رفعت اسعار حصلت من كام سنه، كان كل السوشيال ميديا طبعا ما كانش فيه قنوات تواصل. طبعا انا بشكركم ان كنتوا في تواصل مع التجار ومع صفحات التجار ومع الجروبات اللي على الفيسبوك. احنا بنمثلش فئه قليله، احنا بفضل الله جروب اتحاد تجار الجمله فيه 100,000 عضو متفاعل، تمام. واحنا من هنا بوجه برضك كلمه للشركات ان احنا مستعدين على اتم استعداد ناخد التارجت بتاع السلاسل اضعافه. احنا بفضل الله كتجار جمله مش قليلين، احنا كتجار جملة متحدين مع بعض من خلال قناة الرابطة او الاتحاد، متحدين ان احنا يد واحدة، تمام. جميل. وان احنا مش بناخد ارقام قليلة او السلاسل. طبعا السلاسل تحترم، طبعا انا ما عنديش مشكلة مع السلاسل، انا عندي مشكلة مع الشركات نفسها ان هي بتدي نسبة خصم عالية للسلاسل في ظل الوقت انك انت بتظلم تاجر الجملة. مع ذلك السلاسل بتصرف البضاعة دي مش للمستهلك، لا هي بتوصلها لتاجر الجملة. معلش يا استاذ احمد، يعني حضرتك بتقول بتدي خصم للسلاسل، طب ليه الخصم ده انتوا ما تاخدوش؟ هي دي بقى المشكله اللي احنا عايزين نوصل لها. احنا يعني من السلسله الصغيره او المحل هيلجا للاقرب ليه بدل ما يروح للمصنع. هم بيبصوا على 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 حاجه معينه كده، هوت الماركت شير. الماركت شير بتاعه كشركه كبيره بياخدها من السلاسل. فاحنا مستعدين اي ارقام بتاخدها السلاسل كسحب بضايع او كسحب ارقام من الشركات، احنا مستعدين ناخدها كتجار جمله، ومستعدين ان احنا نحافظ على السعر في السوق. احنا فعلا تاجر الجمله دلوقتي بيهمش. احنا بفضل الله عندنا كيانات كبيره، شركات كبيره كتجار جمله، شركات توزيع
تحت ايديها محاسبين، تحت ايديها عماله، يعني في شركات فيها عماله كبيره، ونسبه الخصم اللي بياخدها من 1 لـ1.5% دي ما تكفيش الكوست بتاعه، ما تكفيش تكلفته. طب ده مطلب ده مطلب مشروع يا استاذ احمد، ليه انتوا قررتوا ما لا هو استاذ احمد يمكن بيبص طبعا لجزء معين، ولكن ممكن مش عايزين نتناسى ان المنافسه في السوق تجار جمله مع بعضهم هم اللي حكموا النسبه دي، ولكن مصر من خلال 20 30 سنه طبعا اتغيرت في تعدد السكان، وتغيرت في الاقتصاد الحر، وتغيرت في السلاسل دي، يعني هايبر وكارفور، واصبح البلاد العربيه والعالميه كلها في شريحه كبيره من المستهلك بيخرجوا يتفسحوا هو وزوجته واولاده وي وي وي. ولكن عشان كده الماركت شير اللي احمد اشار عنه ان اصبح اللي عندهم مستهلك قوي وكبير وكتير، فاتاخد المستهلك ده من البقال الصغير اللي جنب البيت، فالبقال الصغير مستوى بيعه ضعف وقل، فالتاجر اللي كان بيبيع للبقال مستوى بيعه قل بالترتيب طبعا بالترتيب ولكن هي النقطه لما كنا في اجتماع احد الاجتماعات في الغرفه التجاريه، وكان ساعتها بيشيروا للضريبه المضافه مع الزيادات اللي تمت، فانا قلت لهم ان هيحصل تغيير الوحده السعريه لاصناف كتير، فالمنتج بربع جنيه بقى بنص جنيه، والمنتج ابو جنيه بقى بجنيه، مع ان بعض المنتجات عشان ما يغليش الفئه السعريه فلابد ان يقلل الوزن، يقلل الجوده، فكل ده على حساب المصنع والتاجر والمستهلك. فالسنين اللي فاتت دي كلها كان فيها فجوات طبعا للتغير، ولكن برضه الحمد لله احنا رايحين للاحسن، رايحين للاحسن. السنين دي كان فيها قصباير كتير جدا. طب احنا في تفاعل دلوقتي معانا، في معانا مين على التليفون يا جماعه؟ الاستاذ حمدي القطبي. الو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. يا حضرتك اهلا اهلا. برحب بالمستشار احمد فاروق منصور ابن اكبر تاجر في مصر. الله يكرمك يا حاج حمدي. اللي بيقوله الاستاذ الثاقب ده كلام محترم جدا، وده كان بيدرسه الحاج فاروق منصور اللي هو يعتبر كبير تجار مصر. الله يكرمك يا حاج حمدي. بدي صوتي لصوت الاستاذ الثاقب لان ده يعتبر تلميذ من تلامذة الحاج فاروق منصور. طبعا طبعا على نفس حبيبي الحاج طبعا الحاج فاروق ده والد لينا كلنا، واحنا اتعلمنا منه اصول التجاره برضه. ربنا يبارك فيك. بنشكرك على المداخله الجميله دي يا حاج حمدي، وطول عمرك كبير، وطول عمرك كبير مقام. ربنا يبارك فيك. الحاج حمدي طبعا تاريخ معاصر الحاج فاروق من اكتر من 40 سنه، ومن اشد الناس اللي بيحبوا الحاج فاروق. احنا كلنا بنحب الحاج فاروق ده. طب الاول معانا يعني. بس الحاج حمدي البلد كلها والمصريين الحبيب. امين. تمام، متشكرين جدا يا استاذ حمدي، شكرا على مداخلتك، الف شكر. شكرا جزيلا. طيب احنا النهارده فكره التنافس ما بين جزئيه السلاسل وتاجر الجمله وكده، يعني ايه المانع ان النهارده تاجر الجمله يشوف حلول بديله، خطط بديله، ان انا النهارده احافظ على عمالتي، احافظ على راس مالي، احافظ على انتشاري في السوق. وده اللي احنا بننسقه مع استاذ احمد ومع الناس المتفاعله. يعني التاجر، في تاجر نمطي هو بيبص لشغله والمكسب والخساره، وفي تاجر اجتماعي، وفي تاجر انطوائي، وفي النهارده الباور اللي عند استاذ احمد وامثله كتير مع اللي تدخلنا معاهم، مع نقابه العاملين بالمبيعات، مع جمعيه الريتيل، بنحاول دايما نوصل لحمايه التاجر. فلما بنيجي نعرض قانون حمايه التاجر عشان اقدر ان انا ابروزه، حمايه التاجر ان هو نخرج من العشوائيه، من لا نظاميه لنظاميه. يبقى كل حد معهوش بطاقه ضريبيه وسجله تجاري وبيتعامل معامله عشوائيه في التجاره، فهو بيستغنى عن جميع هوامش الربح بتاعته قصاد واحد بيدفع ضرائب وبيدفع تامينات وبيدفع كل حاجه كتير. فمصر متجهه للحكومه الالكترونيه، احنا طبعا كشعب وكحضاره ودايما متفائلين، بل ان البرنامج بتاعنا اللي احنا دايما عايزين نفتح شباك التفاؤل والامل. يمكن دعوتنا للاستاذ احمد كنموذج ناجح لشاب ناجح استطاع في فتره مش هنقول بسيطة، ولكن هنقول بسيطة، ولكن هو أحد كبار شركات التوزيع في القاهرة المحترمين، لأن التاجر الصادق والأمين أو اللي هو بيميز عن التاجر الثاني مش إنه هو اللي ياخد أكتر أو اللي يبيع أكتر، لا، اللي السوق يحترمه.
فانا بهني طبعا جزاك الله خير على النجاح اللي هو سعيد طبعا بالاشاده بتاعتك طبعا. طب استاذ احمد اكيد في اجنده او منظومه للرابطه، ايه المقترحات اللي انتم حاطينها في الاجنده دي الفتره اللي جايه لحل المشاكل اللي زي دي؟ ما احنا قلنا ان الحمد لله يعني ايه دايما القنوات الشرعيه والقانونيه هي اقصر سبيل، عشان كده ان القانون ادى مساحه للمجتمع المدني المشاركه معاه عن طريق برضه القنوات الشرعيه. فالنهارده لما بيكون في اي مشكله ازمه سكر مثلا لابد من بنتجه للغرفه التجاريه عشان نضع مع وزير التموين ونبعت لوزير التموين عشان يجي يقعد ونقول له في ازمه. في مشكله لطرح قانون جديد يخص التجار زي الضريبه المضافه، فابتدوا يستدعونا وحضرنا معاهم جميع الاجتماعات علشان نبص للقانون الضريبه المضافه. فكل دي ده جزء طبعا. زي ما قلنا احنا عندنا مثلا في الرابطه لجنه فض المنازعات. فلو في مشكله ما بين تاجر ومدير او مدير وشركه او 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 فالنهارده الحمد لله بيعقد جلسه عرفيه، لو ما تمش الحل بتتطور الاداره القانونيه عندنا، في عندنا محامين بيقدروا يجيبوا حق بعض الناس وهكذا. طيب الكلام ده جميل جدا يعني استاذ احمد، الفكر اللي بيتكلم بيه الحاج احمد فاروق فكر كبير العيله. طبعا. طيب هل الموضوع ده بيمشي مع كل التجار ولا فئات معينه بس؟ معظم التجار المحترمين، يعني التاجر اللي هو مش فعلا ملوش بطاقه ضريبيه او سجل تجاري او مش ملوش يعني مش متعارف عليه، احنا من نفسينا كده بيقع لوحده. احنا كتجار الحمد لله رب العالمين عارفين بعض من اسكندريه لاسوان بفضل الله يعني. انا كنت عايز اسال ترى التواصل ازاي مع تجار خط الصعيد، تجار خط اسماعيليه والقناه للدلتا؟ في ترابط كده، مصر في ترابط طبعا، كلها متصله سبحان الله. يعني 28 محافظه النهارده متصلين بينا ومتصلين بيهم باسهل الطرق، وده من الحاجات اللي احنا في نعمه فيها في مصر. اه طبعا، عن طريق السوشيال ميديا برضو، عن طريق التليفون وعن طريق التعارف وكدهوت. بس برضو احنا مش عايزين نقفل الملف بتاع الشركات والسلاسل وتاجر الجمله. تجار الجمله مش قليلين، وتجار الجمله لازم ياخدوا وضعهم اللي هم يستاهلوه اكتر. الموضوع ده يتم ازاي؟ يعني انا حابب يبقى في لينك او ربط ما بينكم كتجار جمله وبين ممثلين شركات، اصحاب المصانع، ممثلين شركات، المصنعين. طيب الشركات البراندات طبعا. شايف الموضوع ده يتم ازاي؟ يعني ده هيتم ان شاء الله من خلال برضو الرابطه المصريه واتحاد تجار الجمله والغرفه التجاريه، ان احنا بنطالب ان احنا يكون في حتى خصم عادل بياخده تاجر الجمله اللي هو بتأيده، تقول له انت ما بتاخدش التارجت الكبير باللي بياخده السلاسل، لا احنا مستعدين ناخد اضعاف اللي بياخدوه السلاسل مع الضوابط البيعيه، تمام، بحيث ان احنا نغطي المصاريف بتاعه تاجر الجمله او شركه التوزيع. احنا دلوقتي مش تاجر جمله، في تجار جمله عندهم بنك، وفي شركات توزيع عندها عربيات وعندها مناديب وعندها محاسبين وعندها سيلز، كل دي مصاريف بتصرف. لازم طبعاً. لازم نغطي الكوست بتاعنا، ولازم بالفعل يا استاذ احمد اخونا وحبيبي وصاحبي الحاج خالد ثاقب اخوه الحاج احمد الكبير طبعا، كان طرح الموضوع ده مع الحاج ابراهيم العربي، والحاج ابراهيم العربي ما بيتاخرش كبيت العيله الغرفه التجاريه في القاهره، من اجمل الغرف التجاريه اللي بتحل بالفعل وحلت وبتحل وما زالت بتحل مشاكل التجار. وقال تعالوا استدعوا اي ممثل لاي شركه كبيره مهما كانت الشركه دي، وشوفوا الشرائح اللي انتوا عايزينها، واعتبروا بيت الغرفه التجاريه هو بيت كل تاجر. هو حل يعني. بس كنت عايز اسالك برضه يا استاذ احمد، هل مفيش عروض انتم ممكن تعرضوها حتى لو هامش الربح بتاعكم كان صغير؟ العروض دي ممكن تكون يعني تواكب او نبقى في منتصف الطريق ما بين السلاسل وما بين المصانع. احنا بفضل الله شركه الثاقب للتجاره في مدينه نصر، ودي من بعض الشركات طبعا، في ناس محترمه احسن مننا بكتير كمان، بنعمل دلوقتي مجلات دوريه للماركت بحيث ان احنا بنفعل عروض واسعار مميزه، وبنقدم اقل اسعار وبنواكب السوق، وبفضل الله بنجيب اسعار برضو مميزه تواكب الدنيا والسلاسل والكلام ده كله، عشان توصلوا بس لمنتصف الطريق في المشكله طبعا. دي طبعا، لا لا ان شاء الله. طيب عموما هو الملف مفتوح، احنا فتحنا الملف خلاص يا جماعه في برنامجنا، فكره
تاجر الجملة ازاي نحافظ عليه، لان ده برضو كيان اقتصادي، ده ضلع مهم جدا من ضلع صناعة الاغذية في مصر. احنا عندنا صناعة الاغذية ثلاث اضلاع، احنا بنتكلم على التاجر وعلى مندوب المبيعات وعلى المصنع او صاحب الشركة. فالنهاردة ما نقدرش نغفل دور تجار الجملة ابدا في المنظومة. فاتحين الملف وان شاء الله في حلقاتنا الجايه باذن الله هيبقى في معانا اصحاب شركات نشوف رؤيتهم، ويكون في معانا اصحاب سلاسل برضه نشوف الرؤيه. في النهايه حابين ان احنا نوصل للحفاظ على مستقبل صناعه الاغذيه في مصر، وان احنا يكون عندنا كيانات عملاقه بنسميها كده براندات، براندات مصريه تغزو العالم. ده هدفنا في ناس من بلدنا، الوقت بيداهمنا، لكن اسمحوا لي الاول اشكر ضيفي العزيز استاذ احمد على وجودك معانا. اهلا بك. انا بس عايز اعقب بنقطه بسيطه صغيره جدا في 30 ثانيه عشان المخ بتاعنا. ما فيش شركه مهما كبرت تستغنى عن تاجر الجمله، واحنا كتجار الجمله بنحترم الشركات الكبيره اللي بتحترمنا وبتتفاعل معانا وبتحترم وبترضينا بنسبه خصم محترمه تواكب الفتره اللي احنا فيها كاسعار وكده. دي رؤيه ونظريه محترمه جدا قدمها. بنشكرك استاذ احمد، وان شاء الله هو ملف اتفتح ومش هيتقفل الا لما اكيد هتوصل لحل. وكل متشكر جدا ان كنت معاكم النهارده باذن الله. متشكر جدا كنت معاكم النهارده. احنا اللي بنشكرك. احنا سعداء بوجود حضرتك معانا، وان شاء الله موجود معانا في حلقات ثانيه. هنخرج فاصل سريع، ما تروحوش في اي حته، لان عندنا المفيد بس في ناس من بلدنا. طبعا هيستمر معانا المستشار احمد فاروق للفقره الثانيه، لان في موضوع كبير جدا فاتحينه معاه لسه ما خلصش. بشكر ضيفي العزيز استاذ احمد ثاقب، شكرا يا فندم، وان شاء الله تكون موجود معاه في حلقه ثانيه. شكرا يا فندم. فاصل وراجعين. ورجعنا من الفاصل ومكملين معاكم فقرات ناس من بلدنا. انضم لينا في الفقره الثانيه كبير تجار روض الفرج الاستاذ علي فاروق، رئيس مجلس اداره شركة الفاروق لتجارة المواد الغذائية. أهلا بك. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. شايف زي السوق المصري، يعني القوة الشرائية في الفترة الحالية أنت شايفها أقوى من الفترة اللي فاتت، ولا إيه المختلف في السوق؟ والله هو السوق المصري اختلاف كل وجزء عن الفترة السابقة، وطبعا القوة الشرائية ضعفت، وطبعا دي المرحلة اللي احنا بنعديها وبنبني فيها بلدنا. ولكن احنا النهاردة بنطلب من الشركات اللي هي تتعاون مع البلد. المنظومة اصلية، المنظومة او السلعة لها اربع اطراف بالنسبة لي: المصنع والمستهلك والجهة الرقابية والتاجر الوسيط اللي هو بيبيع السلعة. فالاربع اطراف دول لو ادوا مهمتهم بالطريقة السليمة يبقى ان شاء الله السوق يتعافى ونمر من المرحلة ديت. المصنع النهارده الدولار ابتدى ينزل، فالخامات ابتدت تنزل، فالمفروض ان هو ينزل بقيمه سلعته، ولكن هو عنده مدخلات اخرى ما بيقدرش ينزل من قيمه السلعه دي. انا بقترح عليه النهارده من خلال الرابطه ومن خلال البرنامج بتاع حضرتك ان هو ينتج سلعه اخرى بنفس الجوده ويديها سعر اقل عشان يغطي المستهلك اللي هو اللي مش قادر يجيب السلعه اللي هي الاولانيه. الجهه الرقابيه احنا الحمد لله تعاوننا معاها في الرابطه ومع بعض السلاسل وكده لما ابتدوا يعملوا المنافذ وتخفيض الاسعار. طب انت النهارده بتتعاون مع السلاسل او مع جهات معينه في تخفيض الاسعار، طب ما انت ممكن برضك مع المنتج كجهه رقابيه ان انت تديله توصيات ان هو ينزل من بعض الاسعار بتاعته عشان تواكب السوق وعشان تغطي الناس اللي ظروفها ابتدت يعني تضعف او القوى الشرائيه اللي ابتدت تضعف ديت. فلو احنا الثلاثه او احنا الاربعه ابتدينا نقوم بالمهام ديت ان شاء الله هنعدي المرحله وهنمر من عنق الزجاجه اللي احنا فيه دوت. وكذلك برضك في اطروحه اخرى عن طريق الرابطه وعن طريق الفكر بتاعي المحدود برضك البسيط، ان احنا برضك الشركات برضك الكبيره ديت بيحصل اندماجات ممكن هي يعني تتولى بعض المنتجات اللي يعني تتواكب معاها وتهتم بيها وتعيد يعني ايه توزيعها للمستهلك، فبذلك بتقلل التكلفه عليه، فان شاء الله كله ينجح ان شاء الله. ده كلام يعني وانا قاعد كده حسيت ان المشكله اتحلت، ولا ايه رايك كده حاج احمد؟ يعني احنا النهارده الحاج علي بيقول لك عاوز الاربع اضلاع يقعدوا ويشتغلوا صح عشان المنظومه تمشي صح. انا هقول له بس في ضلع لازم يقف يتفرج اللي هو المستهلك. المستهلك ده واقف مستني
الامور تمشي وتبقى كويسه عشان يقدر يجيب. لا والله استاذ محمد بالعكس، يعني احنا هنا ده المستهلك ده اهم واحد، لان من خلال الاعلام ومن خلال الدوله لابد ان احنا نغير ثقافه المستهلك يشتري ايه وما يشتريش ايه. القوة الشرائية بتاعته تتجه لايه وما تتجهش لايه. اه والله انا نفسي اركز على ده بجد. انا بشكرك جدا بجد. اسمحوا لي يا جماعه انا هقطع الضيف الكريم، مع ان انا ما بحبش اقطع ضيوفي. انت قطعت خلاص، انت لسه. النقطه دي مهمه جدا جدا جدا. الناس اللي بتتفرج عليا دي، الاستاذ احمد دلوقتي قال كلمه ممكن واحد يقعد يكتب فيها 5-6 صفحات، اللي هي الوعي عندنا. اشتري ايه اللي هيفيدني في بيتي اللي انا محتاجه، وما اشتريش ايه. الكلمه دي محتاجه مجموعه حلقات والله. لا هو مش يفيدك كمان في بيتك بس، بالعكس لو كل اسره خدت قرص كامل ايه فايده الجسم للطفل وليه ولي. يعني انت ممكن باقل الطعام وبالقيمات يبقى عندك باور في حياتك ولطفلك وي وي وي. لكن ثقافه المستهلك في الشراء وفي الاكل وفي شراء اي منتج وفي شرب اي منتج، لا بيعود على الصحه وبيعود على المرض وبيعود على المنتجات البديله وبيعود على حاجات كتير جدا. فبالعكس المستهلك المصري لابد ان يكون عليه الضوء من جميع الجهات على ان ثقافته تختلف في الشراء، وان يحافظ على صحته ويتاكد من صلاحيه المنتج ومن مكونات المنتج، ويدور على مكونات المنتج ده هي عايده على جسمه بايه وجسمه محتاج ايه. طب انا يعني رنا تعالى اسال حاجه، لان في سؤال مهم جدا. لا اتفضل اتفضل. طب استاذ علي اتفضل. الكلام اللي بيقوله الحاج احمد كلام يعني يقترب الى المثاليه، كلام زي الفل. ولكن هل انا النهارده كتاجر وانا بدور على ارباحي ومكاسبي هفكر في المستهلك؟ ما انا لو انا ما فكرتش في المستهلك انا اول واحد هخسر. ازاي؟ اولا لو انا ما جبتش المنتج ذو الجوده المطلوبه او الكواليتي المطلوب، انا مش هبيع او مش هعمل ارقام كبيره. دي نقطه. النقطه الثانيه برضك ان الهدف مش الربح بس. يعني الرابطه في الفتره اللي فاتت، ربنا يبارك له الحاج احمد طبعا ومجموعه اعضاء الرابطه، كانوا دايما بيضغطوا على بعض الشركات والمصانع اللي كانت بتستخدم السبرتام في المنتجات بتاعتها، لان السبرتام طبعا بيؤدي للسرطانات والعياذ بالله. فاحنا الحمد لله كان بيتبنى برضك يعني الحاج احمد. انا عارف الموضوع ده انتهى تماما يعني. الحمد لله واخد بالك. ولكن يعني انت لما بتلاقي اي خيط وبتمشي ورا منه وبتضغط عليه فالحمد لله بتعالج، واخد بال حضرتك. فاذا كانش في جوده انت مش هتستمر. يعني اي شركه هتنزل السوق بدون جوده ممكن تنجح نجاح وقتي، وبعد النجاح الوقتي دوت مصيرها الى ان هي ايه؟ الفشل. بالظبط كده. طب بالنسبه للسوق المصري استاذ احمد، انا شايفه ان هو بدا يتفتح على اسواق خارجيه. اكيد الرابطه ليها بروتوكولات هتعملها مع دول تانية، في بلان، في خطه ما بينك وما بين دول سواء كانت عربيه او اجنبيه. طبعا احنا اتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا ان مصر بتاريخها طول عمرها بتصدر لدول العالم كله. بالعكس انا في يوم من الايام كنت في وزاره التجاره الخارجيه. وزاره التجاره الخارجيه مؤسسه عندها القدرة ان هي توزع منتجات المصانع مصر كلها. ايه القصة كلها؟ قصة وقت وكان مرحلة والتغيرات السياسية والاقتصادية اللي فاتت دي كلها. ولكن لا، هنا النهاردة زي ما بنقول مصر ما زالت بتصدر للعالم كله، وما زال الحمد لله المنتج المصري ليه ثقة في البلاد العربية. يعني في خطة ما بين الرابطة وما بين دول تانية في الفترة اللي جاية بإذن طبعا الله. هو الكلام ده في معارض على طول، يعني في معرض دبي الشهر الجاي، جميع المصانع المصرية وجميع أصحاب الشركات وجميع التجار رايحين الحمد لله دبي. ده في حد ذاته نجاح. طبعا نجاح. المعرض اللي فات بتاع فود افريقيا كان على ارض مصر، كان بعض الشركات اللي بتجيب اتوبيس ابو دورين كانوا بيعزموا كل بتوع افريقيا في الشيراتون عشان تنشيط التصدير لدول افريقيا. فانت ما زال عندك معارض داخليه ومعارض خارجيه والدوله بتقومها واحنا بنساعد معاها. الدعم بيبقى من الدولة ومنكم طبعا. طبعا ما دايما ما احنا قلنا ايه افراد. انت عندك شركات يعني مؤسسات تجارية ناجحة لوحديها. طب ومناسبة المؤسسات التجارية احنا معانا الاستاذ ماجد فؤاد. مساء الخير. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ منور الناس من بلدنا. ازيك يا فندم؟ احنا بنتكلم دلوقتي على السوق المصري والمواد الغذائية وازاي نقدر
ان احنا نصدر للدول العربية والافريقية. كانت رانيا بتسأل الحاج احمد فاروق دلوقتي طمنها وقال لها لا المنتج المصري موجود بالفعل، احنا حابين وحضرتك موجود معانا، ازاي النهاردة نعمل يبقى فيه براندات، ازاي يبقى المواطن في افريقيا وفي الدول العربية يروح السوبر ماركت ويسأل على منتج مصري. تمام يا فندم، امسي الاول على الحاج احمد طبعا والحاج علي والاستاذ محمد ثاقب وانا مش عارف مين تاني موجود لاني مش قدام التلفزيون. الحاج علي فاروق الحاج علي فاروق الحاج علي فاروق حبيبي طبعا. هو بس مساله التصدير للدول بره دي، احنا كنا كرابطه كنا بنبص نطور جوه ازاي الاول عشان نبتدي نخرج بره. صح فكان عندنا نشاط كبير قوي الحقيقه بقياده برضو العميد بتاعنا الحاج احمد فاروق. احنا دايما كنا بنوجه اصحاب المشاريع، التصدير مش هيجي من الـ الشركات الكبيره والناس دي بتطلع بره وشغلها بره، وانا سافرت بره كتير وشفت شغلنا بره في المصانع الكبيره او الشركات الكبيره، لكن الحقيقه احنا دايما كنا بنوجه على اصحاب المشاريع الصغيره، هم دول الاساس اللي لو قمنا بيهم هم دول اللي نقدر نعمل بيهم نهضة في التصدير في مصر. يعني احنا بنروح نوجه اصحاب المشاريع الصغيرة اذا كانت عندها مشاكل بنحلها، مشاكل في التصنيع، مشاكل في التوزيع، بنتابع معاهم، بنحاول نطور معاهم منتجاتهم بنحسنها، كمان لو اجهزة البيع عندهم فيها مشكلة بندرب لهم اجهزة البيع، وده بيبقى باجر رمزي او بدون اجر خالص. كمان بننزل مع اجهزه البيع دي الشارع ككوتشنج ونوجههم عشان بس في النهايه احنا او في البدايه احنا بن 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 بيبقى تركيزنا الاكبر والاقوى على حته التصنيع. يعني النهارده اكسب وقت واعمل مداخله معاك يا ماجد عشان انت كنت في قصه التصدير دي بالذات عشان استاذه رانيا. طبعا هو استاذ ماجد بيدي دورات علميه بيعيه كامله، حتى بيديها بره وبيديها لرجال بيع وبيديها في بنوك. ماجد لما جه حبينا نعمل تصور لاهداف ورؤيه، فكان جزء ملف التصدير جه يتحدانا او جه بيتكلم ان ايه؟ ان عايزين نصل ل 100% في التصدير. فجينا احنا عملنا معاه مقاطعه قلنا له 100% ده رقم اصلا يعني ما نبصش ليه. فقال لا، النواحي العلميه لابد ان نبص للرقم ال 100% وبعد كده يقطوا ثماره لحد ما نوصل ليه. يعني استاذ ماجد حضرتك عايز تقول ان ممكن المستثمر الصغير صاحب المشاريع الصغيره يقدر يواكب منتج للتصدير؟ يقدر يا فندم، ما يقدرش ليه؟ المانع شويه رقابه. بنفس كفاءه اصحاب المصانع. نعم يا فندم، بنفس الكفاءه، بنفس كفاءه اصحاب طبعا المصانع طبعا. يا فندم ايه المانع؟ ايه المانع يا فندم؟ على فكره في بعض المصانع الصغيره بتعمل جوده وكواليتي احسن من المصانع الكبيره، بس طبعا الشو الاعلامي او الكلام ده ما بيساعدهاش انها تظهر على ارض الواقع او في السوق. يا فندم احنا كرابطه احنا محتاجين بس شويه دعم من الدوله، مش عايزين احنا دعم مادي ولا دعم الكلام ده، احنا قادرين ندور الدنيا كلها، لكن احنا محتاجين دعم رقابي. يعني يا ريت حتى لو يقدروا يا فندم، ده في مصانع بتعمل سم. يعني احنا بنتكلم النهارده، احنا المفروض الاول كنا بنقف، ولا انا بتكلم انا والحاج احمد في الموضوع ده، عشان نوصل للتصدير بنسبه 100% لازم نقضي على جزئيه بتشتغل شغل السم، تدي سم للاطفال وسم للناس. والله احنا معاك يا استاذ ماجد، احنا معاك وفاتحين برنامج ناس من بلدنا، مركزين على مستقبل صناعه الاغذيه في مصر، وفاتحين الملف ومش هيتقفل والمجال مفتوح. الحاج احمد مشكورا، الراجل في كل حلقه بيعمل لنا اضافه جديده. النهارده مرحب بيك ومرحب بكل تجار مصر بجد. النهارده احنا فاتحين ملف ومش هنسكت الا حفاظا على صحه المواطن المصري وحفاظا على الصناعه. بجد انا بشكرك على وجودك معانا، فكر رائع وفكر محترم جدا جدا جدا، بشكرك على وجودك معانا في ناس من بلدنا. حاج احمد كلام جميل جدا وفكر طموح. واصل لما تجيب العلم مع العمل تنجح بسرعه. ويمكن الحمد لله الميزه عندنا ان دراسات الجدوى، احنا عندنا خبراء لدراسه جدوى لهيكله شركات وتعصرت او وقفت، فازاي ان انت تعالج؟ فالكلام ده ممكن المتعسر بالذات بيبقى في ظروف نفسيه رهيبه، عامل زي اللي مضروب على دماغه.
فانت لما بتقعد بتعمل له اعاده الهيكله من باب الخبره اللي عندك، بيلاقي حاجات بسيطه جدا مع مساعدات بسيطه جدا، وفي الاخر الحمد لله احنا كرابطه قادرين على ان احنا نخلي من اي شركه متوسطه بس تكون بتتقي الله في صناعتها مع الاكل اللي بتاكل للطفل او الراجل او لينا، ان احنا نخليه في جميع محافظات مصر. طيب شايف ازاي تحسين صوره الجنيه المصري الايام دي امام الدولار؟ ايه مدى تاثيره علينا وعلى السوق المصري؟ ما هو الجنيه زي ما قلنا ايه؟ احترام المستهلك للجنيه، يعني يمكن كان قصه رحله المليون او ازاي تسد ديونك هي كانت متبلوره جوه برواز ازاي تحترم الجنيه. فاحترامك للجنيه في شراك وفي ادخارك وفي عملك يقدر ان هو يكسر اي حاجز. يكسر اي حاجز ازاي؟ يمكن كان بدايه الحلقه او كنا بنتكلم ان الحاج علي طبعا يعتبر انا بهديه شطر نجاحي، والحاج فاروق الشطر الاخر، والشطر طبعا ككل او هو الحاج فاروق ككل، ولكن شطر نجاحنا من الحاج فاروق ربنا يديله الصحه احنا الاثنين. ازاي نموذج ان الحاج علي النهارده يقول لاي شاب انا نجحت ازاي؟ او ان النجاح سهل. هقول حسبه بسيطه جدا عشان لما نيجي نستعين بحلقات مش ازاي تربح المليون، ازاي تصنع المليون، او ازاي تحترم الجنيه. او تخيل ان انت النهارده من 30 سنه مثلا، لو ضربت 30 سنه في 365 يوم في 100 جنيه هيطلع لك رقم ضخم جدا اكيد انت استخدمته في حياتك. طيب لو ضربته في 200، لو ضربته في 500، طب لو ضربته في اي رقم، لو في 1000. فاحنا قلنا ازاي هنعلم المندوب او التاجر او صاحب المهنه اللي هو الارقام التدريجيه، اللي هو يبتدي ان ينظم حياته ويدير نفسه ويدير مشروعه ويبتدي عنده همه. فكلمه همه ده عايزه كتاب، ازاي انت قاعد مكسل ومتكئ وان انت في الاخر تقوم. لا، احنا بنخرجك من الاكتئاب والانطوائيه اللي انت فيها، ان انت بتفتح شباك وبتستنشق وتقول لا انا قوي، انا هنجح، انا هشتغل، انا هصحى الساعه 8 الصبح عشان انزل اشرب كوبايه شاي واحط لنفسي خطه عشان اعمل الجنيه. فقلنا مشوار الالف ميل خطوه، والمليون جنيه جنيه. فلو احترمنا جنيه هنجيب المليون جنيه، طب لو ما احترمناش الجنيه وما لم ندخر الجنيه مش هيوصل المليون جنيه. اكيد صح، اجابه صحيحه ولا لا؟ لا ده اجابه نظريه. طب حاج علي، الكلام اللي بيقوله الحاج احمد دلوقتي ده، انا معلش الكلام عجبني قوي. انا في معايا مبلغ موجود في البنك، ورست بعت حته ارض معايا مبلغ 300 400 500 الف جنيه مثلا، وعاوز ابقى من تجار المواد الغذائيه. قول لي كده في 3 4 خطوات ازاي ابقى مثالي وابعد عن الريسك، يعني ما يبقاش فيه خطوره عليا، ما افقدهمش، يعني ازاي كده؟ هو حضرتك اول حاجه حضرتك لازم ليك رؤيه وليك هدف وليك بلان، واخد بال حضرتك؟ عندنا في حاجه اسمها التكاليف، كل ما تقلل من تكاليف حضرتك الارباح بتاعتك هتزيد، وكل اما انت تحط لنفسك نمو مش لازم تطلع السلم على طول، حضرتك بتطلع السلم خطوه خطوه او ستيب باي ستيب، واخد بال حضرتك؟ طبعا التجاره عامه اهم ميزه فيها او اكتر حاجه تنجحك فيها هي الصدق الامانه الوفاء، الصدق الامانه الوفاء، ده اللي اتعلمناه من التجار الكبار ومن والدنا ربنا يبارك فيه، واللي مشينا بيه في السوق وكبرنا فيه السوق. عدا ذلك حتى لو انت من اكبر التجار فانت حجمك قد كده، يعني عدم الوفاء بالعهود او بالالتزامات بيسقط التاجر ده على طول من ايه؟ من السوق. فحضرتك طبعا اول حاجه بتوظف المبلغ اللي معاك من حيث الامكانيات، من حيث مثلا المخزن، من حيث السيارات، من حيث البضاعه اللي بتجيبها. واخد بال حضرتك موضوع المال دوت او راس المال هو يعتبر اقل حاجه في المشروع، اهم حاجه في المشروع الفكر والجهد. الفكر والجهد. اما راس المال ممكن بتستعوض عنه من الشركات، بتستعوض عنه من دوران راس المال، بتستعوض عنه من اي حاجه تانية، انما اهم حاجه عند حضرتك ان انت بتفكر بتقول انت عايز تعمل ايه وعايز تمشي ازاي. طبعا اهم حاجه طول ما انت مسيطر على تكاليفك فانت المشروع بتاعك في امان. تكلفتك زادت عن ارباحك طبعا ده بيبقى فيها نقص خطر. تمام، بيبتدي كده مرحله بالظبط كده. حضرتك شايف ان الرابطه كانت سبب في تنظيم التعاملات التجاريه ما بين التاجر وما بين المصانع وما بين المستهلك، ولا المستهلك ملوش نصيب؟ لا طبعا بينهم كلهم، الرابطه دي عامله زي الاسره. شوفي الواحد لو فرد لوحده ايه والاسره ايه.
فانت في الاسره في المجتمع، فانت كده في كيان في ترابط، انت ما بتستفيدش لوحدك بل بالعكس بتفيد وبتستفيد. وكل ما انت بتخش في كيان كبير كل ما بتكبر، وكل ما انت بتنخرط في المجتمع وبتقوم بنشاط فيه وبتدي عشان تاخد فيما بعد، فانت بتنجح وبتنجح الكيان دوت. فيما عدا ذلك فانت هتبقى انسان انطوائي، هتبقى فرد، حتى مهما كنت كبير فانت صغير، انما لو انت مجموعه او كيان او اسره او مجتمع فانت كبير. يا ترى الفكر الراقي ده يعني بتصدروه ازاي للناس التجار كده يا حاج احمد؟ يعني انا الحاج علي بجد يعني بيقول كلام كل جمله من الجمل دي محتاجه حلقه او اتنين. عايزين الفكر ده يتنقل لكل تجار مصر. ما هو احنا قلنا ان الانسان دعوه، والانسان طول ما هو عايش يعني في مقوله بتقول ايه؟ من عاش لنفسه عاش صغيرا ومات حقيرا. فاللي بيعيش لنفسه فقط لا غير هو عايش جوه سجن نفسه. اللي عايش في المجتمع هو عايش في عيله كبيره اسمها اهله ومجتمع. والفرد نواة المجتمع. وعشان كده السؤال اللي سألته ان الرابطة او هو التاجر هو مستهلك، هو المصنع هو مستهلك، هو المندوب هو مستهلك، هو فكلنا مستهلكين. فان لم نحافظ على نفسينا وعلى نفسنا كمستهلك فانت فقدت العمود ككل. الشيخ علي قال كلمة جميلة جدا ردا على سؤالك، قال لك مش مشكلة رأس المال بقدر الخبرة او بقدر الفكر والعمل والتنظيم. بالعكس ما تبتديش بخطوه راس مالك الا لما تيجي تكون في رؤيه، الرؤيه اللي قالها الشيخ علي يعني دراسه جدوى. طب دراسه جدوى دي يعني تعرف مشروعك هيصرف عليك كام عشان تكسب كام عشان هتعمل ايه. لكن ما بننصحش ان واحد يطلع على المعاش يجيب فلوسه فيلاقي البقال اللي جنبه او التاجر اللي جنبه شغال حلو فيجي يقول له ايه خد القرشين بتوعي واديني عليهم ارباح او علمني، او يجي يقول لك افتح جنبه تضيع الفلوس و لا ده هيبقى موضوع حلقاتنا اللي جايه بجد، لان الموضوع بجد الموضوع يعني شائك، موضوع يهم كل شرائح المجتمع المصري بجد. طب حاج علي احنا في 30 ثانيه كده، ازاي النهارده اقدر اصنع تاجر، وازاي الفكر والرؤيه بتاعه المكسب والخساره والامانه ازاي اوصل له القناعات دي علشان يقدر يمشي في السوق؟ والله يا استاذ محمد اي انسان، الناس بتبقى داخله مستعجله قوي، اي انسان ناجح او كيان او بينهج النهج السليم بيوصل. يعني اي انسان بيحافظ على المبادئ وبينهج النهج السليم بيوصل. اما اللي بيستعجل او اللي بيتنصح او الكلام ده كله واخد بال حضرتك بيبقى اسرع حاجه ان هو يسقط واخد بالك ويسيب المجال على طول. يعني نقول لا للفهلوة بتاعت المصريين. ما هو يعني مثلا كثرة المنتجات او الكشكول بيدي نجاح اكتر، واخد بال حضرتك انك تجيب الحاجات وتقلل من اسعارها عشان خاطر تدي خدمة او ميزة ليك بتديك برضك نفس اكتر ان انت تنجح اكتر. تمام، ده كلام رائع ودي رسالة قوية بقدمها ضيفي الحاج علي فاروق. بجد ده يعتبر زي خريطة عمل نقدر نشتغل عليها معظم تجار مصر. بجد الوقت بيدهمنا يا جماعة، الحديث معاكم شيق وممتع لكن للأسف الوقت انتهى بسرعة. أنا بشكر حضرتك على وجودك معايا بجد حاج علي. شكرا جدا. إن شاء الله نكون كده في حلقات تانية. ربنا يبارك لك. حاج أحمد أمتعتنا كالعادة. الله يكرمك. واستفدنا من حضرتك بجد. الهدف كله بس الأمل لكل شاب إن طريق النجاح سهل جدا جدا جدا، أهم حاجة البداية. تمام. في نقطة أخيرة برضك معلش. خلاص الوقت انتهى، الوقت انتهى بس معلش. تمام. قوتنا في لمتنا. طول ما المصريين ملمومين وخايفين على بعض هنقوى قوي. إلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله ونشوفكم على خير. سلام.